سجلتوا استاذ ملتمس يعني ديال على اساس انكم متابعه انما كما بيتوفيق مجرين هو من جرائم الجلسات حسيت على محامي ببدلتي وهو يرافق من جرائم الجلسات هذا باش تعرفوا الدوغري ديالو في اصول ما قدرش يستحمل حتى الكلام للمحامي استاذ زيان كيقول استاذ بانك ان انت اللي يعني تعتديش على على القضائيه ابدا كاينه كاميرا كاين تسجيل ابدا هو اللي قام بالاعتداء هو اللي اعتدى عليا وانا بالبدله ديالي امام الزميلات والزملاء ابدا فعلي قال لك لا ما نجيش حداه المحكمه هذه تحرك انا فيها كيف بغيت انا حر كدفاع ما عنديش مكان في المسطره الجنائيه مخصصوا لي القانون في الامر زميل ديالنا محامي استاذ زراش الاستاذ المسكين اللي كيرافع وقفوا وقاطعوا المتهم بوعشرين متهم تجار البشر قاطعوا استاذ زراش دخل قال له راه لا السيد الرئيس لا يسمح بمقاطعه الدفاع عن المرافعه ووقف قدام المحكمه كنتفاجئوا وامام عيوننا والزملاء كلهم شاهدوا المحكمه شاهدت والسيد الوكيل العام شاهد والمحضر مسجل وكاتب الضبط غيشهد بالواقع بوعشرين يعتدي على الاستاذ زراش بالعنف عن طريق يدفعيه حتى لا يتدخل وفي عوض الزملاء ديال دفاع المتهمين انتصروا الحق والقانون والعداله بعدم اعتداء على الزميل ديالهم ايدوا ذاك الاعتداء وردوا الاستاذ زراش هو اللي اعتدى والمحكمه راه حضرات المتهم لعدم تكرار الاعتداء هذا متهم يعتبر نفسه فوق القانون ما نقول لك ما ادبش وخصو يتعاقب وغنلتمسوا غنلتمسوا اضافه المتابعه ديال الاعتداء على الزميل ديالنا في الجلسه وهذا الشيء غير مسموح به اذا كان المتهم خارج القانون خصنا نوقفوا بالقانون هذا متهم ارتكب تجاره البشر اعتدى على مجموعه الضحايا بافعال غير ادميه وغير انسانيه وتنتمي الى عالم الحيوانات ومع ذلك مازال كيعتدي في الجلسه وغلطوا المحكمه تطبيق القانون وايقاف على حد الدين الى ما احترمش هو المحاماه حنا غنقلوا درجه احترام المحاماه الزميل ديالنا ما اعتداش عليه رغم انه اعتدى عليه حدوا امام المحكمه عدم تكرار الاعتداء هذا الشيء اليوم سابقه هذه محاكمه السوابق قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم